السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم عن النعناع. يعني علي النعناع هو معروف بنكهته الجميلة ويستهلك من أجل النكهة فقط. يعني أشياء يعني مش كثيرة. يعني وفيه زيوت طيارة، نعم، في التيمول، مادة التيمول هي يعني موجودة يعني مركزة في النعناع، ولكن يعني الناس كيستهلكوه من أجل النكهة، لأن هذا العرش، هذه الكمية اللي كنعملوها مع الشاي ولا شي مع الماء باش نشربوه، ماشي كمية ما غتعطيناش زيوت الطيارة يعني بكمية كبيرة باش الجسم يستفد منها، إلا بعض الأنواع، لأن هناك يعني النعناع العادي اللي كنعرفوه عندنا في المغرب أنواع يعني كثيرة جدا، كاين تانسيفت، من تانسيفت حتى المكناس الزياني، حتى الدكالة من المنطقة دي، يعني حتى الناظور العروي، حتى يعني الغرب، يعني حتى اللوكوس من جهة بركان، المناطق كلها فيها النعناع. يعني مكناس يعني عنده نعناع جيد، سطات، منطقة سطات الشاوية كذلك، البروج ولا تسعيد، هذو كلهم مناطق يعني النعناع ممكن ينبت في كل المملكة. يعني الحمد لله ما عندناش مشكل يعني لا في الشمال ولا في الجنوب النعناع هذا كاين، ولكن على أنواع. يعني النعناع اللي معروف عندنا هو النعناع واحد، النعناع كنسميوه العبدي، هو ماشي عبد، ماشي من عبده، هو النعناع كنسميوه في المغرب العبدي، هو النعناع الفلفلي، هذا النعناع الفلفلي البيبرمنت. وكاين النعناع هذا العادي اللي هو كاين على يعني كاين البروج وكاين الزياني، هذو معروفين، هذو البروج والزياني معروفين. والانواع الاخرى عليين يعني هذه المنطقه اللي فيها انتاج كبير هي منطقه ستات، منطقه البروج، منطقه الدكاله، كذلك انتاج كبير هذا الانتاج اللي تما منطقه الغرب، كذلك تصدير النعناع تكون من منطقه الغرب وقصب التادله. هذا النعناع يشربونه الناس على رائحته ونكهته، لان فيه تيمول، والتيمول هو من الاشياء المنعشه على عكس الشيبه. الشيبه كتسخن، النعناع كيبرد. يعني هذا النعناع كيدخل مع الاشياء اللي كتستهلك في الصيف، الناس اللي كيشربوا الشاي في شهر 10 و11 و12 و1 و2 بالنعناع، هاد الاشخاص اللي يعني يعني لا يعلمون يعني طبيعة هذه النباتات. ثم علينا واسمع النعناع في الشاي يجب أن يكون استهلاك النعناع 12 شهر، ليس هناك شيء يستهلك 12 شهر إلا الأشياء اليابسة، القمح، شعير، ذرة، والقطاني، وبعض الحبوب مثل الكتان، هذه الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى حفظها، يسحب منها الماء، الأشياء اليابسة هي التي تستهلك 12 شهر على 12، كذلك اللحوم. أما الأشياء الأخرى كلها موسمية، حتى الحليب موسمي، يعني السماك موسمي، يعني فهذه الاشياء هذه الناس يعني لازم الفصل ديالها، يعني لازم يعني يحترموا الفصل الذي يستهلك فيه يعني هذا الشيء. فالنعناع يستهلك ابتداء من شهر 5 على حسب المناطق، يعني منطقه تانسيفت يعني جنوب المغربي يعني في من شهر اخر شهر 4 و 5 يبدا النعناع يستهلك، وكيبقى يستهلك حتى لاخر شهر 9 فقط، ثم ينتهي الاستهلاك ديال النعناع فقط، ينتهي استهلاك النعناع. وكيكون احسن استهلاك في السمايم، يعني في شهر يعني 7 وشهر 8، شهر 7 وشهر 8 هي يعني الفتره التي يستهلك فيها النعناع بامتياز، لان هو كيبغي الشمس وكيبغي ماء، يعني وتما في النعناع كتبغي الرائحه ديالو، يعني اللي كتمر من جانب هذا النبات كتشم رائحه النعناع. النعناع الفلفلي البيبرمنت هذا يعني الامريكيين كينصحوا الناس اللي عندهم كرون واللي عندهم تقرحات على مستوى القولون، كرون، تقرح كرون، انهم يشربوا هذا النعناع العبدي اللي كنسميه النعناع الفلفلي، هذا النعناع الفلفلي او النعناع العبدي اللي كنسميه، هو معروف النعناع العبدي، كنظن منطقه وجده عند تسميه اخرى تسميه لهذا النبات، وهذا يشرب، هذا الناس هذو يشربوا هذا النوع من النعناع لانه كيضمد شويه هذه القروحات، لان هاد الناس هادو عندهم الم على مستوى يعني عندهم التهابات على مستوى القولون، وممكن يعني هذا النعناع شويه ينقص من هذه الحده ديال هذا الالم. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.